عزيزي شنو الصليون؟ ما فهمت. لا عزيزي، لا مو حرام. اللي حرام هو الضرب اللي يصل إلى الإحمرار، أما الضرب اللي هو عقوبة مو حرام، للأبي أن يضرب ابنه تأديبا 3 مرات، ولكن بشرط أن لا يحصل فيه آثار. هاي والدتي تقول إيد الأم ما توجع. إن شاء الله ما توجع. عزيزي أكو دي على الأثر، يعني أنت جاي ما جاي تفهم الحكي مالتنا. لو ضربه وسوى أثر ديك الساعة تصير الدية، أما مجرد الضرب ما بيدية على الأب، مجرد الضرب ما بيدية، يعني أنت ماخذ السالفة بالعكس، يعني جاي تخط بصف الاستكانة. شيخنا هل يوجد من يشهد للسيد الشيرازي أنه الأعلم؟ ما سمعت بذلك، بس ممكن، بس أنا ما سمعت. ما رأيك بكتاب ليالي بيشاور؟ عزيزي كتاب جيد، كتاب جيد. باقي 10 دقائق وينتهي الوقت. عندي سؤالك مقتدى، ما واضح عزيزي، ما واضح. شنو من أصلي وأكمل أول شيء أكبر؟ شنو تكبر؟ سلم وبعدين سوي التكبيرات، مو تكبر قبل السلام. كتاب مؤتمر علماء بغداد كتاب جيد. نعم 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 نعم. هسا هذا جيد إذا السيستاني قال لك أتعبوني، بعد هو الرجل تعبان. الرجل ادعو له لأنه هو رجل مريض، يعني عمره تجاوز 90 عاما الحق. لا إله إلا الله. والله يا عزيزي هي مشكلة، هاي مشكلة المراهقين هذول، مشكلتهم هي المشكلة أنه ما يسمع نصيحة. يعني هسه يا ريت مثلا لو هو عارف الحقيقة هم تقول إن شاء الله ما يروح يتوه، بس المشكلة لم حتى من يسمع الكلام الجيد، يعني حتى من يسمع الكلام يعني ما ينتفع من عنده، يعني يعوف الكلام الصحيح ويمشي برأيه. هل الله يعلم بالجزئيات؟ وإن كان يعلم بالجزئيات فهذا يستلزم التغير في علم الله. عزيزي هذا الإشكال ترى صار له فوق 1000 سنة، توك التسامع به. ماكو شيء فهم عزيزي. يعني هو الإنسان الذي